الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد الصادق الأمين. هذا المشروع مشروع كهرباء جانا من أخ محافظة شبوه، جزاه الله خير، نشكره شكرا جزيلا. بن هديو محمد بن صالح محمد صالح بن هديو وسلطان المحلية المتعاونين والمهندسين والمقاولين وكل من شارك وساهم، نشكره كلا باسمه وصفته في هذه المنطقة التي محرومة منذ قامت الثورة إلى هذا اليوم. والحمد لله الآن الخط مستمر وسيدعمنا ونطلب منه بإذن الله فيما تبقى من خدمات المنطقة، من ثانوية 5 مدارس يروحون درسهم في بيحان وفي مارب. ابشروا بالخير إن شاء الله. ومعنا 20 كيلو إزفلتي أو 17 كيلو، نطلب من الله ثم منه أن يواصل، ونسأل الله التوفيق والنجاح. هنا من مديرية عين محافظة شبوه. مديرية عين محافظة شبوه شماطيط العاطبة العطفة. الاسم الكريم الشيخ جابر عبد الله علي العمري. نعم، سيتم الربط للعمر والعياش. هذا الربط احنا كلنا تعاوننا وقمنا هالمنطقه بالتعاون مع الاهالي والمشايخ والافراد، وهذا بيربط منطقه العياش العمر الشنا الحمران الخرز الجعشان. الله يحفظك، شكرا لك جزيلا. الله أعمدت إنارة الكهرباء أرسل بها محافظة شبوه محمد بن صالح بن عذيو لما تبقى من قرى مديرية عين محافظة شبوه، وسيتم الربط لها من حريق.